الحارس سمير حجاوي الذي لا زال يحظى بشعبية كبيرة في عين الفوارة. نلعب الشوط الأول وهذه الحركة الفنية المسية لجابو ولا مجال أمام المدافع إلا العرقلة. الإعادة والكرة الملتصقة بالقدم والمراوغة في الزاوية الضيقة جدا، وهي تقنية عالية لا يعرفها إلا الراسخون في علم كرة القدم. نلعب الدقيقة 24 وبالرملة من جنب الزوار يراوغ على مرتين ويضع كرة من السهل الممتنع في شباك الحارس فوزي شوشي معلنا افتتاح مجال أولى. والهدف يعد واحدا من بداية الروائع الفنية في هذه البطولة الاحترافية كما تشير علينا الصورة بالعرض البطيء. الوثاق يرمي بثقله في الهجوم ومرة أخرى نعيش على وقع هدف من الروائع، هذه المرة بقدم حاج عيسى. التسديدة الدقة القوة وفي الزاوية المستقبحة عند الحراس، والهدف جاء في الدقيقة 32 لينهي الشوط الأول بتفوق الوفاق هدفان مقابل هدف واحد. الشوط الثاني حاول فيه إشبال الوداد العودة في النتيجة وكادوا يصلون إلى مبتغاهم لولا إبداع الحارس فوزي شوشي كما يبدو من خلال هذه اللقطة الإنسانية الخطيرة. نلعب الدقيقة 72 وهذه التسديدة بالدقة لعبد المؤمن جابو وعلى طريقة ليونيل ميسي تصطدم بالعمود القائم الذي أنقذ مرمى حجاوي من هدف ثالث. نعيش الدقيقة 84 وشاهدوا ماذا فعل فهم بوعزة بأعمدة ومرمى سمير حجاوي، فلا سمير رد ولا العمود صد والكرة استقرت ولامست الشباك، وهو الهدف الثالث للوثاق في هذه المباراة والثاني من كرة ثابتة، والأهداف سجلت بطريقة احترافية في بطولة قررت هذه السنة أن تكون احترافية. دقيقتان قبل نهاية المباراة، لا نريد أن نعلق وفقط نترككم تستمتعون باليسرى الساحرة لميسي الجزائر في محاولة لم تعد حكرا على ميسي البارسا، فهي مصنوعة بتوابل جزائرية خالصة. وعلى هذه الحركات الفنية لجابو يسجل الوثاق ثاني فوز له على التوالي، هذه المرة داخل الديار وبثلاثية نظيفة مقابل هدف نظيف. كيفية كرته جانبية مع بداية المباراة، لكن التجسيد كان من جانب مولودية السعيدة، كرة ثابتة من بن دحمان وجدت المدافع بختاوي أسكنها 38، كرة من وسط الميدان استغلها دهام بعد الخروج غير الموفق للحارس السعيدي كيال، إنه هدف التعادل. أداء الاتحاد لم يكن مقنعا حيث ومباشرة بعد عودة الكرة إلى الميدان كرة ثابتة أخرى هذه المرة من اللاعب عاتق في صفوف مولودية سعيدة، وجدت عكوش في مكان مناسب وفق في إضافة هدف ثاني ومنح التفوق لمولودية سعيدة خلال الشوط الأول بهدفين مقابل هدف واحد. دقيقة 48 أي مباشرة بعد بداية الشوط الثاني، بختاوي عرقل مكلوش داخل منطقة العمليات كلفه البطاقة الحمراء وضربة جزاء احتسبها الحكم بوستر لفائدة اتحاد الجزائر. ضربة الجزاء نفذها أوزناجي البديل لكنه لم يفلح في تعديل النتيجة. اتحاد للعاصمة وصل البحث عن التسجيل، بن عيادة كرته فوق إطار مرمى كيال إلى غاية الدقيقة 56، عاتق لمس الكرة بيده في منطقة العمليات، الحكم بوستر دون تردد أعلن عن ضربة جزاء ثانية لاتحاد الجزائر نفذها بنجاح غازي معدلا النتيجة هدفا في كل الجزائر أمام جمهور غفير وتحت أنظار الناخب الوطني عبد الحق بن شيخة. الشباب كان المبادر مع أول المحاولات لصايبي ثم تسديدة قوية من عواد وحارس المولودية بصعوبة إلى الركنية. شباب الوزداد يتمكن من التهديف في الدقيقة 14 بوسط ربيح بعد
تمريرة فنية جميلة من عواد. هذه التمريرة الجميلة وأول الأهداف لشباب الوزداد. رد فعل مولودية العلمة كان عن طريق نعمون الذي يضيع فرصة حقيقية للتعديل. وآخر محاولات في هذا الشوط كانت من الشباب ومحاولة صايبيت سديدة لكن جانبية نهاية الشوط الأول بهدف لسيفر لصالح شباب بالوزداد. في الشوط الثاني الشباب يسقط في السهولة، الأمر الذي جعل مولودية العلمة تسجل بعد هذا الخطأ المشترك من المدافع والحارس أسرير. الخطأ هذا أيقظ الشباب الذي عاد في النتيجة بعد هذه المحاولة من صايبي المتألق برقبة يتمكن من إضافة هدفين. الهدف الأول له كان في هذه اللقطة واحتجاجات من لاعبي مولودية العلمة بدعوى التسلل، وهذه كيفية تسجيل الهدف بالعرض البطيء. الهدف الثالث للشباب والثاني لنفس اللاعب كان بعد هذه الهجمة الجميلة، ونهاية المباراة بثلاثة أهداف لهدف واحد لصالح شباب بالوزداد على حساب مولودية العلمة. مرة ناحية مسعود، مسعود أمام مدافعين يفضل المراوغة ولكن التسديدة في جانب العمود الأيسر للحارس دوخة، كانت تسديدة مباغتة. كرة ناحية الأمام عبد السلام، واحد اثنين مع منقولو، منقولو يمرر ناحية جديات العموري والوجود وحده في الرواق الأيمن، يفضل التمرير ناحية سنوسي، تسديدة جيب الأهداف بالرأس وبالقدمين أيضا، وربما دخوله من أجل فك عقدة الهجوم. قلما يحدث ذلك، أول لمسة وأول كرة وأول هدف في فريق جمع الأشناف، هذا هو الهدف اللي خلينا ندخل في المباراة وربما هي شكل المباراة تماما في وقت كبير في وقت هي فرحة الجمهور هكذا فوق المباراة. من أجل تعديل النتيجة ها هي الإعادة، وسوداني في أول كرة كانت تمريرة أرضية الفريق موري جديات، يمرر ناحية سلوسي، تسديدة محمد مسعود ما يلحقش على هذه الكرة، يفضل العودة إلى الخلف لكن تقطع هذه الكرة، ومباشرة مع سوغر يلعبها مع مسعود، ثنائية تعود إلى سوغر من جديد عند الميسا. كيف مر سوغر وبأي مراوغة مر سوغر، ولكن اللمسة الأخيرة افتقدت إلى القوة اللازمة. راش كهذا الخطأ ربما تبقى الكرة لسوغر تهيا ولدها الثاني، هدف ثاني من اللاعب مسعود وبطريقة ممتازة جدا، عمل كبير ورايا قام به اللاعب سوغر. كيف هي الكرة لمسعود، الهدف الثاني لفريق للاعب مسعود في بطولة هذا الموسم، هاول عمل الرائع من اللاعب سوغر. كيف هي الكرة لمسعود الآن انهار تماما فريق اتحاد عنابة الأمر وحقق فوز هام أمام شبيبة بجاية. الشبيبة دخلت المباراة بقوة ومقات ليخفق في أول كرة ساخنة على مرمى واضح. هذه المرة من جانب الاتحاد بعد انفلات بقرار من مضايقة يتمكن من تسجيل وتوقيع الهدف الوحيد في المباراة. هدف جاء عكس مجريات اللعب لكنه وضع عناصر بونا في حالة نفسية أفضل وأعاد الروح إلى المدرجات. بعد الهدف مباشرة بوعيشة المتألق يعبث بدفاع بجاية والقائم يحرم الاتحاد من هدف قاتل. من عمر المرحلة الأولى عن طريق اللاعب عمرون الذي أهدى هدفه الأول لمناصر المولودية الذين تنقلوا إلى الخروب. جمعية الخروب لم تستسلم وأخذت زمام المبادرة الهجومية وتمكنت في الدقيقة 25 عن طريق بوناب من تعديل الكفة بعد تهاون في دفاع المولودية، كلف شباك الحارس محمد لامين زماموش تلقي هدف التعادل.
المحاولات الخروبية تواصلت وأثمرت مرة أخرى بعد عمل جيد لزياد على الناحية اليمنى ثم تسديد الدائري وزماموش الذي أبعد الكرة في المرة الأولى لم يتمكن من تغيير مسارها في المرة الثانية لتستقر كرة الغزالي في شباك الحارس زماموش ونهاية المرحلة الأولى بهدم على أصحاب الأرض الشيء الذي مكن عمرون عند الدقيقة 25 بعد محاولة في منطقة الجمعية من الحصول على ضربة جزاء بعد اصطدام الكرة بيد المدافع ومقداد يحول الرمية إلى هدف التعادل هدفين لكل فريق عند الدقيقة 35 أي 10 دقائق قبل نهاية المباراة الأمور تغيرت وأخذت أبعاد أخرى والمباراة توقفت لعشر دقائق البداية كانت بهذه التمريرة من دوا ديلي دراج هذا الأخير ينفرد بالحارس عمار بالهاني